السلام عليكم أبنائي. إذن اليوم سوف نقدم درس جديد في مادة الرياضيات بالنسبة للمستوى الأول ابتدائي. عنوان الدرس هو حساب فرق عددين دون احتفاظ بتوظيف التقنية الاعتيادية. الدرس رقم 31، الصفحة 116 من الكتاب المدرسي. أهداف هذا الدرس هي توظيف التقنية الاعتيادية للطرح دون احتفاظ لحساب فرق عددين من 0 إلى 99. الحساب الذهني، إذن المرجو منكم أن تقوموا بحساب هذه العمليات ذهنيا دون أن تستعملوا ورقة وقلم. إذن 9 + 5 = 13 + 5 = 15 - 5 وأخيرا 19 - 5. إذن نمر الآن إلى النشاط الأول. يملك مهدي 9 دراهم، اشترى قسطة ب5 دراهم، كم بقي لديه؟ إذن لكي أحل هذه المسألة علي أن أقوم بالقراءة المتأنية للمسألة. إذن سوف نعيد القراءة جيدا. يملك مهدي 9 دراهم وقام بشراء قسطة ب5 دراهم، إذن كم تبقى لدى مهدي؟ إذن لكي نعرف كم تبقى لديه سوف نقوم بإنجاز عملية الطرح. 9 دراهم - 5 دراهم، إذن كم تساوي؟ جيد، أحسنتم، 4. 9 - 5 = 4. بقي لدى مهدي 4 دراهم. إذن نمر الآن إلى النشاط الثاني. النشاط الثاني، صعد 7 ركاب إلى حافلة فارغة عدد مقاعدها 43. أحسب عدد المقاعد التي ستبقى فارغة. أعيد القراءة. صعد 7 ركاب إلى حافلة فارغة عدد مقاعدها 43. أحسب عدد المقاعد التي ستبقى فارغة. إذن هنا لدينا 43 وسوف نقوم بطرح العدد 7، أي سنقوم بسبع قفزات، أو سنطرح 7 وحدات من الرقم 43. إذن هيا نقوم بطرح العدد 7. 43 - 1 تساوي 42. 42 - 1 تساوي 41. 41 - 1 تساوي 40. ثم 40 - 1 تساوي 39. 39 - 1 تساوي 38. ثم 38 - 1 تساوي 37. ثم 37 - 1 تساوي 36. إذن الفرق هو 36. إذا لاحظتم جيدا هنا قمنا بطرح 7 وحدات. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 وحصلنا على الرقم 36. إذن نكتب 43 - نستعمل في عملية الطرح الرمز ناقص 7 - 7 وحدات تساوي 36. إذن تبقى 36 مقعدا فارغا. إذن تبقى 36 مقعدا فارغا. نمر الآن إلى النشاط الثالث. ألاحظ اللوحة على الطريق وأحسب المسافة بين مدينة المحمدية ومدينة الدار البيضاء. نعيد
أعيد القراءة، ألاحظ اللوحة على الطريق، هذه اللوحة التي هنا، وأحسب المسافة بين مدينة المحمدية ومدينة الدار البيضاء. إذن لكي نقوم بحساب المسافة بين مدينة الدار البيضاء والمحمدية، سوف نقوم بعملية الطرح. إذن سوف نضع 95، 5 وحدات و9 عشرات ناقص، نستعمل الرمز ناقص في عملية الطرح، 63، 3 وحدات و6 عشرات. إذن 5 ناقص 3 2، جيد، 9 ناقص 6 3، أحسنتم. إذن المسافة بين المدينتين، أي بين مدينة المحمدية والدار البيضاء، هي 32 كيلومتر. المسافة بين المدينتين هي 32 كيلومتر. إذن نمر الآن إلى تمرين تطبيقي أول. أنجز. لدينا هنا مجموعة من العمليات، هنا سوف نقوم بتحويل عملية الجمع إلى الطرح، وكذلك هنا عملية الطرح إلى الجمع، وكذلك بالنسبة لهذه العملية سوف نحولها إلى عملية الجمع. إذن نبدأ. إذن 5 زائد عدد ما تساوي 8. إذن كم سنضيف على الرقم 8 على رقم 5 لكي يصبح 8؟ 5 6 7 8، 3 وحدات. إذن سوف نكتب 5 زائد 3 يساوي 8. إذن 8 ناقص 5 يساوي 3. إذن هل لاحظتم كيف قمنا بتحويل عملية الجمع إلى عملية الطرح؟ وإذا لاحظتم جيدا، دائما نبدأ بالعدد الأكبر ناقص العدد الأصغر. نمر إلى العملية الثانية. لدينا هنا 76 ناقص 24. 6 ناقص 4 كم تساوي؟ 2. ثم 7 ناقص 2 كم تساوي؟ 5. أحسنتم. إذن 76 ناقص 24 تساوي 52. إذن سوف نحولها إلى عملية الجمع. إذن لدينا هنا 24 وهنا 76. إذن كم سأضيف على رقم 4 لكي يصبح 6؟ جيد، 2. ثم كم سنضيف على رقم 2 لكي يصبح 7؟ إذن 5، لأن 2 زائد 5 يساوي 7. إذن هل لاحظتم كيف قمنا بتحويل عملية الطرح إلى الجمع؟ إذن يتبقى لنا نفس الأعداد، فقط يتغير ترتيبها. هنا 76 ناقص 24، العدد الأكبر ناقص العدد الأصغر دائما يساوي 52. وهنا قمنا بجمع العددين، هذا العدد زائد هذا العدد يساوي لي العدد الأكبر. نمر إلى العملية الأخيرة، سوف نحول عملية الطرح إلى الجمع. إذن هنا لدينا 9 وحدات ناقص 7 وحدات تساوي 2، جيد. ثم 6 ناقص لا شيء تساوي 6. إذن لكي نحصل على هذا العدد، سوف نقوم بحساب ما هو الرقم الذي سنضيفه على 7 لكي يصبح 9. 2، جيد. ثم ما هو الرقم الذي سأضيفه على 6 لكي يصبح المجموع 6؟ 0، لأن 6 زائد 0 تساوي 6. إذن سوف نكتب 6. إذن 69 ناقص 7 تساوي 62، ثم 62 زائد 7 تساوي 69. إذن الآن سوف نمر إلى التمرين تطبيقي رقم 2.
أكتب الأرقام المناسبة في كل عملية طرح. إذن لدينا هنا مجموعة من العمليات ولدينا أماكن فارغة، المطلوب منا أن نكتب الأرقام المناسبة في موضعها. المطلوب منا أن نكتب الأرقام المناسبة في هذه العملية. إذن سوف نبدأ. إذن لكي أعرف العدد الذي لدي هنا سوف أقوم بعملية الجمع بين 5 و1. فكما رأينا في التمرين التطبيقي الأول، نقوم بجمع العددين الصغيرين لكي نحصل على العدد الكبير. 5 + 1 = 6، و6 - 5 = 1. إذن لكي نحصل على الرقم 2 في العشرات، سوف أضع 0 الذي لدي هنا لا شيء زائد 2. 0 + 2 = 2. إذن 26 - 5 = 21. سوف نمر إلى العملية الثانية. لدينا هنا 8 وهنا 1، والمطلوب مني أن أجد العدد الذي هنا. إذن عندما يكون لدي العدد الأكبر، أقوم بطرح العدد الأصغر. إذن سوف نقوم بعملية الطرح. 8 - 1. 8 - 1 = 7. إذن 8 - 7 = 1. نمر إلى العشرات. إذن لدينا هنا العددين الصغيرين ونريد الحصول على العدد الكبير. إذن سوف نقوم بعملية الجمع بين 3 و4. 3 + 4 = 7. إذن 8 - 7 = 1، و7 - 3 = 4. إذن فرق العددين 78 و37 = 41. نمر الآن إلى العملية الثالثة. كما قلت، لدينا هنا العدد الكبير ولدينا هنا عدد صغير. إذن سوف نقوم بعملية الطرح كما فعلنا هنا. 7 - 2 العدد الكبير ناقص العدد الصغير. إذن 7 - 2 = 5، و7 - 5 = 2. إذن دائما العدد الكبير هو الذي يوجد فوق دائما. نمر الآن إلى العشرات. لدينا هنا 9 - 4. 9 - 4 = 5. إذن فرق العددين 97 و55 = 42. نمر إلى العملية الرابعة. إذن ماذا تلاحظون هنا؟ لدي العددين الصغيرين والمطلوب مني أن أجد العدد الكبير. إذن سوف نقوم بعملية الجمع. سوف أضع 4 + 5. 4 + 5 = 9، و9 - 4 = 5. أحسنتم. نمر إلى العشرات. إذن لدي هنا العدد الكبير ولدي هنا العدد الصغير. عندما يكون للعدد الكبير سوف أضع عملية الطرح. 6 - 3. 6 - 3 = 3. إذن فرق العددين 69 - 34 هو 35. نمر إلى العملية الأخيرة، فهي موضوعة بالشكل العادي. سوف نقوم بعملية الطرح فقط. 5 - 1 = 4، و4 - 2 = 2. إذا فرق العددين 45 و21 = 24. إذا هكذا قد نكون أنهينا إنجاز هذا التمرين التطبيقي. نمر إلى أتذكر. إذا كما رأينا في الدروس التي سبقت، لكي نقوم بعملية الطرح دائما نضع العملية على الشكل العمودي.
إذا كانت لدي العملية على الشكل الأفقي، أضعها على الشكل العمودي. هذا أولاً. ثانياً، أضع الوحدات تحت الوحدات، وأضع العشرات تحت العشرات. دائماً وحدات تحت الوحدات، والعشرات تحت العشرات. ثم ثالثاً، أطرح الوحدات. أبدأ بطرح الوحدات أولاً، 7 ناقص 2، 5. ثم بعدها أطرح العشرات، 6 ناقص 3 تساوي 3. إذن هكذا نضع العملية على الشكل العمودي، نضع الوحدات تحت الوحدات والعشرات تحت العشرات، نقوم بطرح الوحدات من الوحدات، ثم أخيرا نقوم بطرح العشرات من العشرات. إذن لدينا هنا مجموعة من المفردات والترجمة الخاصة بها: الطرح سوستراكسيون، وحدات يونيتي، عشرات ديزان، كالكول دو لا ديفيرونس دو دو نومبر سان روتوني لا تكنيك ابيتويل. Pour calculer la différence de deux nombres, par exemple, 69 moins 53. 69 moins 53. Donc, première étape, on pose les unités sous les unités. Donc, je pose 9 et 3. Les unités sous les unités. 9 et 3. Et après, on pose les dizaines sous les dizaines. 6 et 5. Après, je calcule la différence entre 69 et 53. Donc, la troisième étape, je calcule les unités. 9 moins 3. 9 moins 3. Ça donne 6. Et je calcule les dizaines. 6 moins 5. Et je calcule les dizaines. 6 moins 5. 6 moins 5 égale 1. Donc la différence entre 69 et 53 égale 16. إذن هذه مجموعة من التمارين المطلوب منكم أن تقوموا بإنجازها في المنزل. إذن هذا التمرين الأول، أحسب المبلغ المناسب في كل حالة. إذن بالنسبة للمثال الأول لدينا هنا، اشترى مهدي قلما بثمن 3 دراهم، أعطى للكتبي قطعة نقدية من فئة 10 دراهم، أرجع له الكتبي. إذن كم سيرجع هذا الكتبي إلى مهدي؟ إذن سوف نقوم بعملية الطرح بين النقود التي أعطاها مهدي لهذا الكتبي وثمن القلم الذي اشتراه، ثم سنحصل على الثمن أو على عدد الدراهم الذي أرجعها هذا الكتبي إلى مهدي. بالنسبة للمثال الثاني، اشترت ميساء قصة بثمن 22 درهما. إذن لدينا هنا كم أعطت للكتبي من درهم وأرجع لها 3 دراهم. إذن هنا لقد اشترت ميساء قصة ب22 درهم، وقام الكتبي بإرجاع 3 دراهم لميساء. إذن سوف تقرؤون جيدا ثم تستوعبون العملية التي سنقوم بها. إذن ثمن القصة هو 22 وأرجع لها 3 دراهم. إذن كم أعطت لهذا الكتبي؟ سوف نقوم بعملية الجمع بين 22 درهما زائد 3. إذن ثم ذلك المبلغ الذي سنحصل عليه هو المبلغ الذي أعطته ميساء لهذا الكتبي. بالنسبة للمثال الثالث، اشترت نهى
كتبا مدرسية بثمن؟ نحن لا نعرف ثمن الكتب المدرسية. ثم أعطت للكتب 85 درهما وأرجع لها 4 دراهم. أعطته 85 وأرجع لها 4 دراهم. إذن سوف نقوم بعملية الطرح لكي نحصل على ثمن الكتب التي اشترتها نهى، 85 ناقص 4. إذن سوف نقوم بعملية الطرح لكي نحصل على ثمن الكتب المدرسية التي اشترتها نهى، 85 ناقص 4. إذن وبعدها سوف نحصل على ثمن الكتب المدرسية. نمر الآن إلى التمرين الثاني. يبلغ عمر أبي أحمد 67 سنة ويكبر ابنته فاطمة 41 سنة، أي أن الأب أحمد يكبر ابنته فاطمة 41 سنة، وكذلك يكبر ابنه إبراهيم 52 سنة، أي أن هذا الأب يكبر ابنته، أي كبير من ابنته 41 سنة، ويكبر ابنه إبراهيم، أي كبير من ابنه إبراهيم 52 سنة. السؤال هو: أحسب فارق السن بين فاطمة وإبراهيم. إذن هنا سوف تقومون بحل هذه المسألة وسوف تقومون بالعمليات هنا في هذا الإطار، سوف تقومون بالعملية المطلوبة منكم، لكن قبل ذلك قوموا بقراءة النص قراءة متأنية وركزوا جيدا. هنا في التمرين الثالث ألاحظ وأكتب الأعداد المناسبة في كل عملية. إذا لدينا هنا عملية الجمع، ثم قمنا بتحويلها إلى عملية الطرح، ونريد أن نحولها إلى عملية طرح أخرى. إذا قمنا هنا بوضع 68 ناقص 23، إذا وهنا ما هي العملية التي سنكتبها؟ إذا عليكم أن تجدوا هذه العملية التي سأضعها هنا، وكذلك بالنسبة لهذا التمرين سوف تحولون عملية الجمع إلى عمليتي الطرح، بحيث تكون هذه العملية مختلفة عن هذه العملية. Donc merci pour votre attention. Au revoir.